مالا منظر الكبير، مالا منظر الكبير، مالا منظر جوارديولا، اقوى اونترنور في تاريخ البشريه، في تاريخ المنتخبات، داهيه نتاع التدريب، قوه تكتيكيه، اكثر مدرب مزهار في تاريخ المنتخبات، اكثر مدرب عنده زهر، معش توا 15 ماتش، الراجل عامل كي تشوف الارقام وتشوف عدد الانتصارات بارابور الخسائر، ذري خسارة واحدة ضد الجزائر، قوة كبيرة ياسر، تقول أداء رهيب. بالرسم اليوم تزيد تتأكد اللي المدرب هذايا فارغ تكتيكيا، ماهوش نتاع تدريب نتاع منتخب، سهلة قلناها ماك العام، سيتان فورماتور. والجامعة مرة أخرى طلب شعبي، طلب جماهيري، يلزم تفيق على روحها، يا جامعة وخيتي كما قال العربي المازني، فيق على روحك وبدل المدرب. الجامعة بالنسبة لها مساعدتها الحكاية، مدرب رخيص ماديا، معناه ما تكلفش برشا، يحقق في نتائج إيجابية، قاعدين كل مرة نخرجوا كالشعرة من العجين. اليوم زامبيا كورت بينا، اليوم زامبيا تقش عليها هي البرازيل، واحنا إيكيب نكرة ما عندناش اسم، تدور علينا في كورة والفرص تنحكيو عليه، فما 6 فرص اليوم متاع بونتوات، ما نحكيو زاد على التغييرات في آخر الماتش، شنو وين الروح وين الستيل دو جو؟ خي أوكي نلعبوا لبرا في زامبيا، أوكي قال شنو زامبيا هي مطالبة تبني اللعب، اللي نشوفها كان مع نحنا إذا يقولوها في البلاتوات متاعنا ويبداو يدجلوا علينا، ليه أخويا العزيز تمشي تفرض لعبك؟ قال شنو سخانة؟ قال شنو أول سيزون؟ كان في أول سيزون يقول لك الملاعبية أول سيزون مازال ما عندهمش الريتم، وكان في اخر السيزون يقول لك الملاعبيه تعبين، معناها تعليت يزيدوا قاعدين يدعموا في الموقف نتاع منظر الكبير. نحكي على المحلين بطبيعه نتاع التوانسه نتاع قناه الليبيه من غير ما نذكر الاسامي، معناها يزيد يقويوا في الموقف نتاع منظر الكبير، اللي كل مره كل فتره بعد بطبيعه مباريات نتاع المنتخب التونسي يجي للبلاتوات ويبدا يدجل علينا ويبدا يحكينا على الارقام، يبدا يحكينا على الفرص ولي باس ديسيزيف وذاك عمل وذاك، فما حد شيء اليوم، فماش كوره، لعبه حوم، معناها حاطط 11 جوار هكاكا مش فاهمين رواحهم شو يلزمهم يعملوا، لا تكتيك لا شيء، لا وخرنا التالي ولعبنا على الكونتر، لا لعبنا شطر تيران ولعبنا البريسينغ وحبينا نفكوا كوره غادي ونعملوا لي ترانزيسيون سريعين، لا نلعبوا لقدام نبريسيو باش نخليو المدافعين نتاع فريق الزامبي يغلطوا ونماركيو عليهم. معناها اليوم كان تجي تحسب ال 15 ماتش اللي لعبهم منظر الكبير واللي يدربهم المنتخب التونسي، ما تلقاش يمكن 45 دقيقة كي تلم لي مينوت اللي تلعبوا فيهم كورة، شوية الماتش اللي فات في آخر 20 دقيقة كهو، معناها ما تفكرش المنتخب التونسي عمل معناها حتى شوط مثالي بصراحة، حاجة تحشم. نحكيو على المباراة بالطبيعة من قبل ما نحكيو الحاجات هذه الكل، دخل ديريكت نرفس، معناها اعملوا جيم خويا، اعمل ابوني، فعل الجرس باش اول ما نهبط فيديو تجيك نوتيفيكاسيون ديما تشوف جديد اول باول. اليوم منظر الكبير معناها على الورق حب يصلح طلبنا انه يحط لنا سيف الدين الجزيري اتاكون، معناها ترتكز عليه كيف كيف يعرف يطلب في الاسباس، معناها خاصه زاد يحرر الزيليه اللي معاه، مكبش في الروج ما نعرفش علاش، رغم اللي اليوم الروج عمل لقطه مزيانه برشا وقت اللي المثلوثي اعطاه كوره عاليه خذا كوره معناها حط بدنه ومن بعد كيفاش معناها رجع في الانتيريور رجع معرض التيران حطها باليسار كان نجم تتماركا، لكن نعاود نقولها راه الروج ماهوش نتاع المنتخب، ماهوش باش يخليك الجوار اللي يخليك تفرض الجو نتاعك ويكون معناها رزين على المدافعين. دونك حكينا انه هبط البونتا حتى الخزري بتبيع على اليسار وحط الروج على اليمين، حافظ على وسط الميدان العيدوني السخيري وفرجاني ساسي، والدفاع كيف كيف نتاع العاده بلاص كشريده حط المثلوثي، بما انه المثلوثي في اخر 20 دقيقه نتاع الماتش اللي فات تالق. دونك نبداو بحارس المرمى اليوم بصراحه فاروق بن مصطفى منعنا من بونتو محقق باراد كبيره في الشوط الثاني. نحكيو على الدفاع اليوم، بالنسبه لي الدفاع كارثة بأتم معنى الكلمة. اليوم الثنائي برونو مرياحة الزوز أغلاط فاتحة كانت تكلفنا غالي، اليوم غالي غالي على الأخر، خاصة 6 فرص يمكن فيهم 3 ولا 4 يتحمل فيهم مسؤولية قلوب الدفاع، بطبيعة ديما الديفونس مش الأربعة اللي التالي كهو، الديفونس يبدأ من المهاجم، الكتلة نتاع الفريق كاملة. كان نحكي على الفرص قبل ما نمشي نحكي على وسط الميدان، اليوم فما 6 فرص بالعمل اللي حفظتهم في مخي من كثر اللي قعدوا لي راسخين لنا. اول فرصه روتري في 18
يحطها البرة المهاجم نتاع زامبيا، ثاني فرصة بالراس كانت تتمركة تجي البرة، ثالث فرصة اون دو ما بين معلول ومرياح يظهرلي دونك الاتاكون كيف كيف يجيبها البرة، الشوط الثاني سونتراس في الظهر نتاع مرياح الاتاكون نتاع زامبيا يحط ساق ويعمل تاكل كان نمسها كانت تنجم تكون خطيرة. واقوى فرصه هي كلي بالراس وقت اللي المهاجم على اليسار فانتي يظهر لي بسليمان وقتها في البارتي هذيك مع المثلوثي يعمل سونتراج والمهاجم ما بين برون ومرياح يطلع وحده باراد قويه برشا بالنصف كانت نجم تتكلف هدف التعادل وقتها تولي مباراه صعيبه على الاخر. وبالطبيعه سادس فرصه اللي هي حتى هذه زاد صعيبه برشا الفرصه هذه تيتا تيت المهاجم نقولوا احنا عماه ربي حطها البرة. دونك لنا تحكي لي على شنو لعملنا فرص لعبنا ما عملنا حتى شيء، جات بينالتي دقيقة 9 مسات في الليل سهلت علينا المباراة اون برانسيب بعد ما ماركينا الهدف هذاك نزيدوا نلوجوا على الهدف الثاني نفرضوا الجو نتاعنا. المنتخب الزامبي اون برانسيب دخل فيه شوية نوعا ما شك لكن احنا ظهرنا اللي دخلنا في الشك بالكرات العشوائيه وتنحكي على التكتيك. وبطبيعه في الاخر بعد ما التغييرات اللي التو لاني فهمها جاء البونتو من قوه كبيره برشا من بن سليمان اللاعب هذا اللي كل ما يلعب مش ديما يلعب فيه تيتولير يماركي بونتو من شوطه باليمين باليسار يظهر لي ثالث بونتو ليه مع المنتخب التونسي من تير هدف ممتاز على الاخر معناها من خدمه على اليسار. دونك نحكيو على الماتش المنتخب التونسي ما فما حتى كوره تعطيش كوره اليوم دي شي تكنيك ما فماش ثلاثه باسات صحاح يتعداو مع بعضهم جات بيناتي دقيقه 9 اون برانسيب تسهل علينا المباراه كرات طويله كرات العشوائيه كلكو سوا مثلوث يطول في الكوره زوز مدافعين يطولوا في الكوره كيف كيف معلول. وصراحه الفريق الزامبي صحيح عامل بريسينغ نوعا ما في الثلث الثاني نتاع تيران كيف كيف ساعات يعمل بريسينغ او يمكن هو زاد خلينا نطولوا في الكره لكن لنا ما شفناش اجتهاد كبير من وسط الميدان اللي قلنا باش نحكيوا عليه. اليوم السخيري بالنسبه لي ديما مريق للسخيري اما ما قاش اليوم الملاعبيه اللي تعاونوا فمشكون قال لي فرجاني ساسي عدى مقابله كبيره بالنسبه لي كان خارج الموضوع بما انه فرجاني ساسي وقت اللي فريق الزامبي كان يعمل عليه في البريسينغ برشا وضعيات ما عرفش كيفاش يخرج منهم بما انه فرجاني ساسي من اللاعبيه اللي يحبوا يلعبوا اون سيكوريتي. ايش معناها اون سيكوريتي؟ وقت اللي ياخذ الكره هو داير بوجهه الكاج المنافس باش يعرف روحه فانا وضعيه يعرف اللاعبيه اللي جايته دونك ياخذ الكره قدام الدفاع نتاع المنتخب التونسي قدام الاتاك نتاع المنتخب الزامبي. دونك فرجاني ساسي اليوم قا روحه في وضعيات ظهروا داير الكاج الاخر هذاك علاش تاكلوا برشا كل ما عرفش شنو يلزم يعمل. اليوم العيدوني كيف كيف خارج الموضوع بالنسبه لي رغم اللي بالنسبه لي من اهم جولات في المنتخب التونسي ما وصلتوش الكور ما جاتوش الكور ما حاولش يطلب الكور ولا يمشي ياخذ الكور من المدافعين. شفنا سخير يخدم في خدمه مزيانه وقت اللي زوز قلوب الدفاع يتحلوا هو يولي اكسيال باش المنتخب التونسي يولي يلعب على لارجور اون برانسيب لي دو بيفو ولا لي دو ريليور اللي هما فرجاني ساسي والعيدوني وقتها يولي هما يصنعوا في اللعب. دونك كرات عشوائيه اول كره توصل لسيف الدين الجزيري دقيقه 19 ومن بعد دقيقه 22 في الشوط الاول ومن بعد دقيقة 40 دونك ثلاثة كور من نجم يعمل بيهم حتى شيء. شفناه سيف الدين الجزيري مس أكثر كور في دوزيام ميتون وقت اللي شفناه يلعب كوم جوار دابوي الخزري خدم خدمة سورتو في فكان الكورة لكن شفنا صراحة الدفاع نتاعنا برونابل على الأخر الخطوط نتاعنا رغم اللي تظهر فما تكتل لكن فما مساحات كبيرة فما إمكانية أنه يخترقونا وشفنا معناها الفرص اللي حكينا عليهم دوزيام ميتون كيف كيف فما حتى شيء فماش هوية المنتخب التونسي الكرات العشوائية المنتخب الزامبي وقت اللي شافنا ما نعرفوش نلعبوا الكرة في الساقين ونطلعوا بها بالتدرج خذا ثقة في روحه ولا هو شاد الكرة تقول البرازيل تكور واحنا مؤخرين دوزيام ميتون براتيكمون كامل اللي هو عكسته الكرة صراحة ومنظر الكباية كما قلنا كان مزهار برشا المنتخب التونسي كان عنده برشا شانس باش ينتصر في المباراة هذه ويحقق ثلاثة نقاط مهمة ولينا لولانين بالطبيعة احنا لولانين دونك ستة نقاط مهمين على الاخر حلينا الباب باش نترشحوا للدوزيام تور ومن بعد بالطبيعة التغييرات اللي ما فهمنا منها حتى شيء دونك دخل سليمان بلاست العيدوني كيف كيف من بعد اون برانسيب معناها كي خرج الخزري اللي هو اللي يدخل واحد على الاقل عنده الكوتي اوفنسيف عندك بقير عندك الخاوي عندك رفيعه دونك يدخل بالرمضان يحطه في سيتياسيون مش مستانس بها ما فهمناش شنو يلعب اسكو بيفو اسكو دومي اسكو ايلي دونك بالرمضان البروفيل يمشي معاه يا بيفو سنتينيل يا روليير كيما في الترجي
معناها في اكثر حالات هجوميه على الاقل تحت لاتاكون ورفيعه صراحه مسخفني جوره ذا من احسن لاعبيه بالمنتخب كاليتي تكنيك دونك شفناه كيفاش يهبطوا دقيقه 88 معناها في زوز مباريات اللاعب هذا يستحق كان زوز دقائق بطبيعه مع الوقت الضايع يستحق 6 دقائق كهو دونك لنا نقطه استفهام بعد الطبيعة يدخل الطالبي ويخرج واحد نص الميدان دونك ولينا نلعبوا ثلاثه في اللاكس دو زاريير مش دو زيكسونتري اربعه في الميليو والمساكن مطيش وحده يحارب وحده دونك لنا نشوفوا لازيب مدرب ما عندوش افكار كيف كيف مدرب خواف جبان ما عندنا وين نوصلوا معاه دونك هذه هي المباراه انتصار يقعد ديما مهم ديما يفرحنا الانتصار باللي يكون اما بالله دعوه للجامعه والعباد تفرتاجي باش الكلام يوصل خلي المدرب هذا يتبدل وتتنحى علينا هالغمه هذه دونك الفيديو حتى انه فين ان شاء الله يكون عجبكم نحب نعرف رايكم في الكومنتات على البارتي هذه نشوفكم في فيديوهات جايه نقول لكم بسلامه.